أرجع إلى السؤال الذي تفضلتم وطرحتموه، أما عن القطيعة أصلا فهي محرمة شرعا، ولا يجوز للمسلم أن يقطع أو يهجر أخاه فوق ثلاث. قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه يعرض وسلم. هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فديننا دين ألفة ومودة ومحبة وتعارف، ولا يجوز للمسلم حتى إذا أخطأ في أخيه أو أخطأ أخوه فيه أن يتجاوز الأيام الثلاثة كافية، أن يراجع كل واحد منا نفسه وحاله، ويعرف المخطئ خطأه فيعتذر لأخيه وتنتهي المشكلة ونعيش أسرة واحدة. أما فيما تفضلتم وطرحتموه، هل يجوز لي أن أقطع أصدقاء أو أصحاب أو من أعرفهم وهم على سوء من الخلق؟ أما عن القطيعة فلا، ولكن تجنبهم وارد، لأنه ينبغي أن يكون لي دور معهم، أن أدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وألا أتركهم إلى الشيطان، وأعاهد الله عز وجل أن أدخل بهم الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. وتلك يا نصيحتي لشبابنا ولإخواننا، فإذا ما أصر على معصيته وإذا ما أصر على سوء خلقه فبيني وبينه السلام وكفى، لكن القطيعة الكاملة فهي محرمة شرعا في كافة صورها وأشكالها. لعل البعض يتساءل ويقول: يا شيخ، ألا تكره هذا العاصي؟ أقول له: لا، أنا أكره معصيته وأبغض فعله، أما هو لا. فإذا عاد ورجع إلى الله وانتهى عن سوء الخلق وعن المعصية فهو أخي وحبيبي، والله أسأل أن يمن على العاصين ونحن معهم بتوبة صادقة يغفر لنا بها ما قد مضى. آمين اللهم آمين يا رب. آمين. بارك الله فيكم شيخي.